بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة أو في هذا التسجيل بإذن الله سنعالج هذه المحطة التقويمية والمتمثلة في فرض الفصل الأول للسنة الأولى من تعليم المتوسط والمتزامن مع ميدان الظواهر الكهربائية. إذن فبدون إطالة مع الوضعية الأولى التي اقترحناها عليكم، يقول لدينا الوضعية الأولى أتمم الجدول التالي. الجدول فيه اسم العنصر، رمزه النظامي ووظيفته. إذن لدينا بطارية دلالتها 6 فولت، قاطعة مصباح دلالته 6 فولت، محرك 6 فولت، وأسلاك توصيل. إذا المطلوب منا أن نعطي الرمز النظامي لكل عنصر ونذكر وظيفته في الدارة الكهربائية أو في التركيبات عموما. المطلب الثاني، نرسم مخطط الدارة الكهربائية التي تحتوي على العناصر المذكورة سابقا أو في الجدول، وذلك بطريقتين مختلفتين، ثم نبين أن بالنموذج الدوراني اتجاه التيار الكهربائي على كل مخطط. ثم نذكر ماذا يحدث عند تلف المصباح في التركيبين، يعني في التركيبين المقترحين. إذن مثل ما ذكرنا، إذن سنمر إلى الإجابة. فلدينا السؤال الأول، اسم العنصر، رمزه النظامي ودوره. إذن فالمولد هذا هو رمزه، خطين متوازيين، واحد سميك واحد أقل سمك، الذي يحمل الإشارة زائد هو الأطول والأقل سمك، والثاني هو القطب السالب. دور المولد هو توليد التيار الكهربائي. العنصر الثاني هو القاطعة، نرسمها مفتوحة أو مغلقة، ليس هناك إشكال. ما دور القاطعة؟ هو التحكم في الدارة الكهربائية. العنصر الثالث، المصباح، ما دوره في الدارة؟ المصباح هذا رمزه النظامي، أما دوره فهو التوهج أو الإنارة أو الإضاءة. وبعبارة أدق، المصباح يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وإشعاعية أو ضوئية. العنصر الموالي، المحرك الكهربائي، هذا رمزه. وما هو دور المحرك؟ أنه يتحرك أو يدور، وبعبارة أدق فهو يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. الأسلاك هذا رمز الأسلاك، ووظيفة الأسلاك هي وظيفة مزدوجة. الوظيفة الميكانيكية تتمثل في توصيل العناصر ببعضها البعض، والوظيفة الكهربائية هي نقل الكهرباء. السؤال الذي يليه، قال أرسم مخطط الدارة باستعمال العناصر التي وردت في الجدول. إذن هذا المولد نوصله بالقاطعة، القاطعة بالمصباح، والمصباح بالمحرك، والمحرك بالمولد من جديد. إذن فهنا التركيب هو على التسلسل، هذا التركيب الأول. التركيب الثاني، المولد أيضا بالقاطعة، القاطعة بالمصباح، وفرع ثاني إلى المحرك، ونعود إلى المولد. إذن قلنا الربط الأول هو على التسلسل، الربط الثاني هو على التفرع. بعد ذلك قال بين بالنموذج الدوراني. إذن هنا نعيد رسم الدارة بحيث تكون مغلقة لكي يمر التيار، ونبين اتجاه التيار. إذن يخرج من القطب الموجب، يمر بالقاطعة، ثم بالمصباح، ثم بالمحرك، ثم يعود إلى المولد. في التركيبة الثانية أيضا يخرج من القطب الموجب، يمر بالقاطعة إلى المصباح، وفي نفس الوقت إلى المحرك، يعني هناك فرعين، فرع على المحرك وفرع على المصباح، ليعود من جديد إلى المولد في الجزء المشترك. هكذا. ماذا يحدث عند تلف المصباح في التركيبين؟ إذن في التركيب الأول، قبل أن نتكلم عن ماذا يحدث في حالة التلف، نتكلم هنا ماذا حدث عند غلق القاطعة في التركيب على التسلسل. بما أن البطارية أو المولد دلالته 6 فولت، والمحرك دلالته 6 فولت، والمصباح 6 فولت، فنلاحظ هنا أن المولد غير كافي لاشتغال العنصرين معا في الربط على التسلسل. إذن فبالتالي ماذا يحدث؟ سيدور المحرك في هذه الحالة ولا يتوهج المصباح، لأن المولد غير كافي للاثنين. يدور المحرك، وربما الدوران غير كافي، يعني دوران متوسط،
والمصباح لا يتوهج. في حالة تلف المصباح في هذا التركيب، في هذا التركيب على التسلسل، في حالة تلف المصباح ينطفئ المصباح ويتوقف المحرك عن الدوران رغم أن القاطعة مغلقة. إذن لماذا؟ لأن الدارة في هذه الحالة عندما يتلف المصباح ستصير مفتوحة على مستوى المصباح، يعني يصير لنا جزء مفتوح في الدارة الكهربائية، وبالتالي لا يجد التيار الكهربائي طريقا ليسلكه، فبالتالي تصير الدارة مفتوحة فيتوقف المحرك عن الدوران. أما في حالة الربط على التفرع فحينما نغلق القاطعة يتوهج المصباح ويدور المحرك وكل منهما يشتغل بشكل عادي. لماذا؟ لأن المولد دلالته 6، المصباح يحتاج إلى 6، ف6 متوفرة له فتكون إضاءته عادية. المحرك دلالته 6، المولد دلالته 6، إذن فالمحرك سيدور بشكل عادي. لماذا؟ لأن المولد يوفر له 6 التي يحتاجها. إذن هنا المصباح يتوهج بشكل عادي والمحرك يدور بشكل عادي. لنفرض أن المصباح أتلف، يعني احترق أو نزعناه، فإن المحرك لا يتأثر به، وهذه مزية وخاصية الربط على التفرع، أي لا يتأثر أي عنصر بالعنصر الآخر الموجود على التفرع معه. إذن هذا بالنسبة للوضعية الأولى. إذن في حالة الربط على التسلسل قلنا عند تلف المصباح يتوقف المحرك عن الدوران، أي لا يمر التيار في الدارة، فهي صارت مفتوحة عند المصباح. أما في حالة الربط على التفرع عند تلف المصباح لا يتأثر به المحرك، أي يستمر في الدوران بصفة عادية ما دامت القاطعة مغلقة. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول إليك العناصر أو الجدول التالي: لدينا عنصر، العنصر ودلالته، لدينا مولد دلالته 12، مصباح الأول دلالته 12، مصباح الثاني دلالته 6، مصباح الثالث دلالته 12، والرابع 6. كيف يتم توصيل هذه المصابيح مع هذا المولد بحيث كل منها يشتغل بصفة عادية؟ إذن بما أن المصباحان L1 و L3 دلالة كل منهما موافقة لدلالة المولد، لاحظ أن 1 دلالته 12 و3 دلالته 12 والمولد دلالته 12، إذن فهما كل منهما يوافق دلالة المولد فيربطان على التفرع مع المولد. أما المصباحان L2 و L4، انظر L2 6 L4 6، فهنا تلاحظ بأن مجموع دلالتي المصباحين تساوي دلالة المولد، لذا يربطان على التسلسل لكي لا يؤذيهما المولد. وبالتالي يصير لدينا تركيبين، الجزء الأول على التفرع، الجزء الثاني على التسلسل، وبالتالي نحن أمام ربط مختلط. إذن فالتركيب الذي أنجزناه هو ربط مختلط. يقول في السؤال الثاني: دعم إجابتك برسم مخطط هذا التركيب. إذن نرسم الآن المخطط بحيث المصباح الأول الذي دلالته 12 فولت يربط على التفرع، المصباحان 2 و4 اللذان دلالة كل منهما 6 يربطان على التسلسل، والمصباح الرابع دلالته المصباح الثالث معذرة دلالة 12 فولت فيربط كذلك على التفرع. إذن يصير التركيب مشكل من 3 فروع: فرع المصباح الأول، فرع المصباحين 2 و4، وفرع المصباح 3. إذن مصباحان على التسلسل ومصباحان على التفرع، أو المصابيح الأربعة كمجموعات فهي على التفرع. إذن قلت فصرنا أمام تركيب مختلط. إذن يقول لنا في السؤال الثاني: نوصل طرفي المصباح L2 بناقل، ارسم هذا التركيب واذكر ماذا يحدث في هذه الحالة، أي عنصر يصير معرضا للخطر في هذه الحالة. إذن عندما نوصل طرفي المصباح L2 يصير المصباح L2 مستقصرا فينطفئ ويزداد توهج المصباح الذي يليه وهو المصباح L4. في هذه الحالة من الذي يصير معرضا للخطر؟ إذن يصير المصباح L4 هو المعرض للتلف بسبب زيادة التيار الكهربائي المار فيه، وهذه هي الصورة المعبرة عن المخطط. إذن هنا حينما
إذن قلنا عندما نوصل طرفي المصباح L2 كما تلاحظ في المخطط، عندما وصلنا المصباح L2 طرفيه بسلك بناقل يصير مستقصرا فينطفئ. إذن هذا المصباح L2 ينطفئ، وتوهج المصباح L4 هذا يزداد، تزداد إضاءته أو توهجه. إذن ومن الذي يصبح في حالة خطر في هذه الحالة؟ إذن بما أن المصباح L2 صار مستقصرا، يعني صار كأنه خارج الدارة، المصباح 4 زادت إضاءته، إذن زادت شدة التيار عليه، فهو الذي يصير معرضا للتلف إذا بقي الحال على هذه الكيفية. إذن هذا بالنسبة للمصباح أو حالة استقصار المصباح L2. السؤال الخامس يقول نوصل طرفي المصباح L3 بناقل. إذن هنا نتكلم عن استقصار المصباح L3. عندما نوصل طرفي المصباح L3 تنطفئ كل المصابيح. إذن هذه الملاحظة الأولى، ويسخن المولد. لماذا؟ لأنه صار مستقصرا وبالتالي يكون معرضا للتلف إذا استمر هذا الاستقصار أو ما دام الاستقصار موجودا. نوضح ذلك بالمخطط كما طلب منا، يعني حينما نستقصر L3 أو نستقصر L1 كأننا استقصرنا مباشرة المولد. لاحظ، إذا استقصرنا L3 أو استقصرنا L1 أو استقصرنا المصباحين 2 و4 معا مثلا، تأخذ سلك توصله مباشرة من هنا، فكأنك استقصرت المولد مباشرة. إذن هنا يصير المولد هو المستقصر، وبالتالي على من يكون الخطر؟ يكون الخطر على المولد، يعني تنطفئ المصابيح تصير كأنها كلها موجودة خارج الدارة، ويصير المولد مستقصرا ويصير هو المعرض للتلف ما دام الاستقصار موجودا. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الوقفة التقويمية وهذه المعالجة التربوية أو البيداغوجية لها. في الآخر أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا النموذج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.